في هذا اليوم المبارك الذي تحتفي الأمة الإسلامية الأمة العربية في كل بقاع العالم، في كل بقعة من أركان الأرض يذكر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الرحمة المهداة للبشرية جمعاء، ليس فقط للمسلمين. محمد صلى الله عليه وسلم إن كان احتفال الأمة في كل أرجاء المعمورة له مذاق عام، فإن الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا في أرض الرباط، هنا في أرض فلسطين، هنا في أرض بيت المقدس، هنا في الأرض التي باركها الله تعالى، وهنا على وجه الخصوص في بيت أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. نحن معكم نحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في الحرم الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن، التي يتعرض مسجدها ويتعرض حرمها كل يوم إلى انتهاكات، الذي يتعرض حرمها ويحرم من رفع الأذان في هذا المكان الطاهر الذي يعود للمسلمين وحدهم. تأتي هذه الذكرى كل عام لكي توصل رسالة أن محمد صلى الله عليه وسلم وأن ميلاد محمد هو ميلاد أمة لن تموت. محمد صلى الله عليه وسلم ميلاده هو انبعاث وهو ميلاد أمة بأكملها، ولن تنكسر هذه الأمة ولن تهزم هذه الأمة، وستنتصر هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. تأتي هذه الذكرى لنؤكد أننا نحبك يا رسول الله، تأتي هذه الذكرى في ظل أن دين محمد في كل أنحاء المعمورة ترفع رايته، ديننا يتقدم، الإسلام يتقدم، وإننا نرى كيف أن المغرضين وأن الحاقدين على محمد صلى الله عليه وسلم يحاولون النيل منه ومن كتابه ومن عقيدته ومن رسالته، ولكن أنى لهم ذلك. لن ينالوا منك يا حبيبنا يا رسول الله في هذا اليوم في ذكرى ميلادك، نؤكد ولاءنا ونؤكد انتماءنا ونؤكد تمسكنا، إذ لا غاية لنا إلا الله ولا رسول لنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبيله صلى الله عليه وسلم الصبر والثبات والجهاد، وعلى نهجه سائرون. رسالة أخيرة إلى كل من يدعي حب محمد صلى الله عليه وسلم: محمد صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نسير على نهجته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف ندعي حب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن بعيدون عن دينه، بعيدون عن عقيدته؟ لنتمسك بدينه ولنتمسك بعقيدته ولنتمسك برسالته، كي نحظى من يد الحبيب محمد شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا هناك في أرض المحشر والمنشر.